السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله نختار عليكم غراتان بالباذنجان والبطاطا وواحد ثلاثة ديال القطع ديال الجبن اللي كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير بطريقة بسيطة، ونقدروا نوجدوه في الغداء أو العشاء، وجبة خفيفة. تابعوا معايا الطريقة ديال التحضير. عندي هنا الدنجال اللي غاسلها من قبل، غنقطعو شرائح رقيقة بهذا الشكل. يعني الدنجال عندي هنا ثلاثة ديال الباذنجانات اللي تيكونوا متوسطين الحجم. ممكن يعني ديروا الدنجال يعني بحجم كبير، هنا من الافضل يكون عندنا هاد الباذنجان اللي تيكون متوسط باش يجينا حتى الشكل مزيان. غنقطع الباذنجان على هاد الشكل، ومن بعد غنضيف واحد شويه ديال الملحه ونخلط الكل جيدا حتى يشرب ليا الدنجال الملحه. من بعد البنات ممكن انكم يعني تقليوه في المقله بدون زيت، يعني غير بواحد القطيرات تاع الزيت، ونبقاو نقلبو حتى يعني كيتشوى لينا. انا هنا ولا في الفرن، انا هنا عندي غير البلانشا. البلانشا سهله يعني كتهز كميه كثيره. درت واحد القطيرات تاع الزيت وضفت الباذنجان بحال هكا كنستفو، كيجي ناشف وما كيشربش ليا الزيت. انا ما درتش زيت كثير، غير قطيرات تاع الزيت صافي. وكنقلب يعني اللي تنحس به انا طابت من التحت كنقلبها بحال هكا حتى كيتحمر ليا الباذنجان كامل، يعني حتى في الفرن يعني نستفو بحال هكا في طاوه ديال الفرن، ورشوه شويه الملحه وشويه ديال الزيت. غير رشوه وكنخشيو الفرن، راه حتى هو تيجي افضل. صافي هنا اللي طابت البنات كنحيدها، تنخليه يعني يتشوى مزيان باش ما يجيناش يابس. انا درت هنا شرائح اللي تيكونوا متوسطين، ما غلطش بزاف حيت لزناهم في الطياب تيجيو يابسين. صافي وكنكمل بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا نضيف الكميه اللي تبقات ليا مع الاستمرار ديال تنقلبو حتى تطيب ليا الكل. ومن بعد تنكون يعني دايره البطاطا كتسلق. من بعد البنات كنوجد واحد لاصوص اللي كتكون كنضيفها في هذا الكراتان، يعني غير ثلاثه ديال المطيشات كنحكهم، كنضيف واحد شويه ديال القزبر مع النوس، وشويه ديال الثوم، شويه ديال التخميره، شويه ديال الابزار، وشويه الكمون، وشويه ديال الملحه، وواحد جمعيقه ديال الزيت. وكنخلي يعني هاد لاصوص تتشحر مزيان كتتعسل، وكنطفي عليها النار. من بعد البنات ما تلقت ليا البطاطا، عندي هنا جوج بطاطات اللي تيكونوا كبارين ولا كانوا يعني متوسطين الحجم، ديروا اربعه. انا درت هنا جوج كبارين. هنا منين كيتسلقوا هما باقيين سخان كنمعسوهم بهذه الطريقه غير بالفرشيطه. صافي وكنستمر حتى نكمل هذه البطاطا اللي عندي. من بعد عاد كنضيف عليها التوابل. هنا عندي غير جوج قطع ديال الجبن، عندي ثلاثه، عندي غير جوج ووحده نخليها حتى الاخير. من بعد غناخذ شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، ما كنبغيش نكثر بزاف التوابل باش تبقى ليا ديك اللذه ديال البطاطا وديال الجبن، وشويه ديال الكمون، شويه الابزار، شويه الكمون، شويه الملحه، وجوج قطع ديال الجبن. ممكن البنات تزيدوا الجبن يعني ماشي مشكل، يعني الجبن مع البطاطا كيجينا لذيذ. صافي وكنخلط الكل حتى تنسجم ليا البطاطا مع الجبن والتوابل. هنا هذيك لاصوص عندي هنا هذا المول ديال الزاج، هذيك لاصوص غنضيفها هي الاولى في المول، نبسطها بحال هكا ونضيف هنا عندي الباذنجان اللي شويته بهذه الطريقه.
وهذاك البطاطا اللي وجدت مع الجبن صافي، وكنبدا نرولي هاد البطاطا مع الدنجال ونست في المول اللي عندي. طريقة بنات راه سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت لذيذة صافي، وكنبقى نستف يعني غير ترولي بالبدنجل وكنستف بحال هكا. انا درتو بدون يعني بدون لحوم، او ممكن تتعوي ديرو لا كانت متوفرة عندكم يعني دجاج، قطعة ديري الدجاج او كفتة او نتوما والاختيار ديالكم، ولا تخليه غير هكا راه تيجي لذيذ وفي نفس الوقت اقتصادي، يعني ما تطلعش عليكم وجبة غداء او عشاء اللي مكلفة. صافي وكنستف هنا البنجال والبطاطا اللي قديت، وكنستمر بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي كامله، وكنعمر المول اللي عندي بهذه الطريقه. جاني انا يعني شان صراحه البنجال مع البطاطا جاني هو هذاك في هذا المول. هنا عندي في واحد البيضه وهاديك القطعه ديال الجبن صافي، غنطحنهم مزيان. هذا هو داك الخليط اللي غنضيفو فوق غير بيضه وقطعه ديال الجبن، كتعطينا واحد التعليكه اللي هي خطيره ولذيذه كتجي في هاد الكغاطان صافي. وهنا عندي واحد شويه ديال الجبن الموزاريلا غنضيفهم الفوق، وحتى لكان الجبن الاحمر حتى هو ضيفوه، اي جبن متوفر عندكم ولا ديال الساندويتش ولا تخليه غير هكاك الخليط ماشي مشكل، راه تيجي حتى هو لذيذ. غير زيدو في البيض وزيدو في فرماج تيجي لذيذ صافي. هنا عندي هاد الجبن ديال الموزاريلا اللي عندي محكوك صافي، كنضيفو في كيعطينا واحد التعليكه وواحد المذاق وواحد البريو اللي كيجي رائع جدا في هاد الكغاطه صافي. وغندخل دابا المول الكغاطان ديالي يتحمر مزيان، غير يتحمر من التحت ومن الفوق، وكنخرجوا على هذا الشكل. كنتمنى البنات تجربوا وتردوا لي خبر اللي عجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقاكم.